الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان طعم احبه الله ابنائي الفضلاء وبناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا، وجمعنا الله واياكم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ومرحبا بكم في هذا الجمع الطيب الذي أرى الله عز وجل أن ينظر إلينا فيه نظرة رضا، يرضى عنا فلا يسخط عنا بعد علينا بعد ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، طبعا أبلغت أن الحاضرين والحاضرات يعني من أصحاب المستوى الثقافي المرتفع، فسوف ألهث خلف عقولكم النابهة لأحدثكم حديث أب إلى أبنائه وبناته، وحديث إنسان يحب العلم إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل. ودائما أقول إن المريدين هم أصحاب فضل على المتحدث وعلى المعلم، لا هو أو لا يكون هو صاحب فضل عليهم، لأنهم يتركون قلوبهم وأنفسهم ليزرع فيها خيرا، فجزاكم الله عني خير الجزاء. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أوعى من مبلغ. بناتي وأبنائي، أنا أريد أن ندور حول محاور ثلاثة ولكنها مرتبطة بعضها مع بعض. فالقلوب أحياناً تكل، والهمم أحياناً تفتر، ويحتاج الإنسان إلى من يذكره. حتى كان يقول عمر لأبي موسى الأشعري فيما تحفظون: يا أبا موسى تعالى لنؤمن ساعة. الإنسان يحتاج إلى من ينفض عن قلبه الريب أو الغبار الذي يعني يشد الإنسان أحياناً فيه إلى الدنيا وما فيها، أو تشغله الأحداث الكبار وليست بكبيرة أبداً، لأن هذا الملك وهذا الكون له رب يصرفه كيفما يشاء. لأن كل المدلولات تقول إن الغد لأصحاب الحق أينما كان وحيثما كان، لأن سيدنا موسى يقول لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ليست الأرض ملكا لأحد، وليست كما نقول دائما أن جبارين في الأرض أو ظلمة في الأرض يستطيعون التحكم في عباد الله. فلقد قال رب العباد لكريم الله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما قال له إنه كفر، لأن الكفر قضية تخص المخلوق مع الخالق. لكن الطغيان هو عندما تتدخل بعض الإرادات الدنيوية والدنية والمتدنية، عندما تتعدى على أحاسيس الناس وعلى مشاعر الناس وعلى أقوات الناس وعلى أرزاق الناس وعلى أعمار الناس، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حتى قال أحد العلماء لتلميذ الله: يا ولدي، إذا نبح عليك قطيع كلب القطيع ماذا تصنع؟ يعني في قطيع غنم عزهم الله بينهم كلب، فنبح عليك ماذا تصنع؟ قال: أنهره. قال: فإن عاد النباح عليك مرة أخرى؟ قال: أعود إلى نهره، أنهره مرة أخرى، أسجره. قال: فإن رجع لينبح عليك مرة أخرى؟ قال: أسجره. قال: يا ولدي، هذا موضوع شرحه يطول، يعني إلى متى تقوم بنهر الكلب وزجره؟ قال: يا سيدي، فماذا أصنع؟ قال: اذهب وقف بجوار الراعي. حبيب مع إيه؟ مع الراعي. فسبحان الله العظيم، ولله المثل الأعلى، كن مع الله عز وجل يكفيك كلاب الأرض. حتى إن ابن قيم الجوزية يقول أحد المريدين له: أنا أريد أن أقص عليك طرفة عرفتها،
يريد أن يخفف من حدة الدرس. فقال له قص. قال له في ذات مرة أحب فأر جمل. فأر عارفين الفأر؟ بسم الله اللهجة المصرية. لا الفأر الذي يمشي على الأربع ويسكن الجبور يعني. الفأر أحب جملا وبعدين لما أحبه استأنس به. الجمل مطواع فأمسك الفأر خطام الجمل وسار يتحدثان معه. وبعدين جاء الفأر أمام بيته. أين بيت الفأر؟ عبارة عن جحر في إيه؟ في جدار. فتلعثم الفأر يريد أن يدعو الجمل ليدخل إلى بيت الفأر. طبعا كيف يدعوه؟ هذا الجمل الكبير وهذا الجحر الصغير. فتوقفت الكلمات في لسان الفأر. فقال الجمل للفأر: إما أن تحب على قدر أو أن تعد بيتا على قدر من تحب. يا إما تحب على قدر مثلا صرصار، ناموسة، بعوضة، ذبابة، وإما أن تجهز بيتا على قدر من تحب. فبكى ابن قيم الجوزي. قال يا إمام ما الذي يبكيك؟ أحد يقول طرفة حكاية يعني حكاية خيالية على طريقة كليلة ودمة. فقال: وأنت أيها المسلم إما أن تصلي صلاة على مقام ربك أو أن تعبد إلها على مقام صلاة. انظر إلى من هذا المدخل أريد أن أتحدث في موضوعات عناوين ثلاثة. نحن نريد أن نحول أعمالنا إلى محمدة، ونحول أرضنا إلى مسجدة، ونحول تصوراتنا وتصرفاتنا إلى قرآن. ترجم بالعربي يعني. أنتوا ندوا مني ولا ما ضلموا عشان ما أشوفش الطرف. تكفين وجوههم بالمضيئة إن شاء الله وقلوبهم المشرفة. أولا أقرأ وتقرؤون كل يوم في القرآن 17 مرة في الصلاة على الأقل الحمد لله رب العالمين. البعد الثالث في المسألة أن ليست المسألة الحمد أن أقبل يدي ظهرا لباطن، ولا أن أقول بلساني الحمد لله وأنا قلبي غير قانع. أحول أعمالي كلها إلى محمدة، بدليل أننا لما استيقظ صباحا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فيشعر الإنسان أن الحياة نعمة كبيرة، وجب على المسلم أن يحمد رب العباد على إعادته لها مرة إعادتها له مرة أخرى. فهو عبد موصول لله عندما أيقظه رب العباد وشاء له أن يكون من الأحياء مرة أخرى، فيجب أن يحمد الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين تحول الفعل أو نعمة الحياة إلى حمد يبدأ الإنسان به يوما. طيب الإنسان بدأ يومه بالحمد، كيف يسير اليوم؟ الحمد يستدعي أول ما يبدأ إلى الصبر على الأطراف الأخرى، صبر على الزوج، على الأولاد، على الشريك في العمل، على الجار، على لأواء الدنيا، على الملاء، على التقلبات، على المرض، على إنسان سبحان الله يعز عليه في ورطة وأنت لا تستطيع أن تقدم له المعونة. فتحمد رب العباد عن طريق الصبر كأول مرحلة من مراحل الحمد. وقد يتعجب الإنسان يقول ما علاقة الصبر بالحمد؟ أقول إن الإنسان الذي لا يصبر لا يستطيع أن يحمد. حاتم الأصم تلميذ شقيق 30 عام على مدار 30 سنة، وأذن له شقيق البلسي أن يذهب ليعلم الناس. فذهب أول ما ذهب إلى قبيلته أولى الناس به الذين ربوه وعلموه، وعاد إليه بعد سنة. قال له: يا حاتم، كيف تركت قومك أو كيف وجدت قومك؟ قال: والله يا سيدي، كلم شقيق البلخ أستاذ، قومي بفضل الله وجدتهم بخير،
إن ابتلوا صبروا وإن أعطوا شكروا. فتبسم شقيق البرخ وقال: هكذا تصنع عندنا كلاب برخ. كلاب قبيلتنا في البرخ هكذا تصنع، إن منعت صبرت تعمل إيه، وإن أعطيت هزت ديونها وشكرت. فتبسم حاتم وقال: يا سيدي هذا حال كلابكم، فما بال أصحابها؟ يعني إذا كان الكلاب عندكم فيها هذه الدرجة العجيبة، أمال أصحاب الكلاب شكلهم إيه؟ قال: نحن بفضل الله عز وجل إن أعطينا صبرنا وإن ابتلينا شكرنا. هذا مخالف لقواعد ما نفهم. كيف الإنسان يعطى فيصبر؟ كيف الإنسان يبتلى فيصبر؟ فيشكر؟ الإنسان صاحب العطاء. ما الذي يجعل صاحب المال يبخل بماله؟ لأنه لم يصبر عليه. ما الذي جعل البيت ينهدم على رأس أصحابه؟ لم يستطع الزوج أن يصبر على زوجته، ولم تستطع الزوجة الصبر على زوجها، بل بالعكس، الإنسان المؤمن الصادق يعتبر أن المرأة المتعبة والزوجة الصالحة تعتبر أن الزوج المتعب هو بابها إلى الجنة، لأنها إن صبرت على هذا الابتلاء هذا خير. لكن أنا أعطيت بيتا، والذي يعطى نعمة يجب أن يصبر عليها، فالذين ما صبروا على النعم ضاعت عليهم. قارون خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون لما لم يصبر على العطاء بخل به وقال: أعطي زكاة من؟ قال: زكاة المال. قال: مال من؟ قال: لو موسى مال الله. قال: لا لا لا، إنما أوتيته على علم عندي. فسبحان الله، قارون يستشعر أن هذا المال إنما المال مال، فلم يصبر على هذا العطاء فأزيل هذا العطاء. فرعون لم يصبر على الكرسي الذي مكنه الله في الأرض، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم أمر هامان أن يخرج له يعني صرحا ليبلغ الأسباب، ثم قال: أنا ربكم الأعلى، يعني أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. عندئذ ما صبر فرعون على عطاء الله في ملكه، فعندئذ زالت منه هذا الملك وأغرقه رب العباد سبحانه وتعالى. ثم أخرج جثته جسدا أمام المصريين حتى لا يقول مدعي أو أحد نصاب يقول: والله أصل فرعون لم يمت، هذا إله لا يموت، إنما ذهب لقضاء بعض المصالح في جنوب شرقية آسيا ثم يعود إلينا مرة أخرى. لم يحدث هذا. وكذلك ننجيك ببدله لتكون لمن خلفك آية، يعني الإله الذي تعبدونه. إذا فرعون ما صبر على العطاء سبحان الله. ولذلك أقول دائما إن الأمة عندما انحرفت بعيدا عن كتاب الله تدنت بها قيمها إلى درجة عجيبة، حتى نتمنى كدعاء إلى الله أن ترتفع مستوى أخلاق أو أخلاقيات الأمة إلى مستوى أخلاق أبي جهل. ليس محبة في هذا الولد، وليس محبة في كفره، لكن قريشا عابت على عمرو بن هشام أبو الحكم اللي هو أبو جهل يعني، وقالت له في ليلة الهجرة: لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه وتدعه حتى يهرب مع صاحبه إلى آخر؟ ماذا يقول فرعون الأمة؟ ماذا يقول أبو جهل؟ يرد عليهم قائلا، يتعجب من لومهم ويتعجب من عتابهم، وتقول العرب: هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. إذا الأمة محتاجة أن تعود مرة أخرى إلى أخلاقيات أبي جهل، ثم بعد ذلك تترقى إلى أن يظهر فيها أخلاق الإسلام، إلى أن تترقى إلى أن يظهر فيها خلق النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان الناس ما ازدادوا إليه إساءة إلا وازدادوا إحسان. فالذين أعطوا أو الذين يعطون نعمة معينة زي كما أعطيتم أنتم قد لا ترون النعم لأنكم إلف النعمة،
إلف النعمة هذا أخطر ما يشعر به الإنسان. يعني إلف النعمة؟ ولدك نشأ هنا في الغرب في أوروبا يقول ما يريد، يفعل ما يريد، يجتمع مع إخوانه بالطريقة التي يريد طالما أنه داخل إطار القانون. اجتماع كهذا ومحاضرة كتلك، أعرف دولا كثيرة لا أريد أن أعددها وإنما هي معددة عندكم، إذا قدمنا لها مطلبا لنجلس مثل هذه الجلسة تماما. سوف نقدم الطلب في منتصف مثلا نوفمبر 1916 أو 2016، تمام؟ يردون علينا إن شاء الله في سنة 2075 بعد الظهر بالرفض، سبحان الله. ولا يجوز أن يجتمع أكثر من ثلاثة. لماذا لا نستشعر هذه النعمة؟ لماذا لا نستشعر نعمة الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والتعليم والأبواب المفتحة والفرص قائمة؟ إذا هذه النعم، إذا ألفت أنا النعم ونسيت أن أصبر عليها تزول النعم. ما من نعمة ينعم الله بها على قوم فلا يشكروها، فالدابة التي لم تربط، الدابة التي لم تقيد، قيد النعم بقيد الشكر، فما من نعمة وما شكر صاحبها إلا وزالت عنه وقل ما تعود إليه مرة أخرى. كم من نعم؟ النعم كثير، فنعمة الحياة نعمة. فيستيقظ الإنسان يبدأ يعني أول شيء يحول الأفعال إلى محمدة، الحمد لله رب العالمين، ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. تحفظون عني قصة عنترة الذي جيء له رجل لما قالوا له يا عنترة أنت أقوى وأشجع رجل في العرب، قال لا لست أشجع من الناس، قال لا بد أن هذا تواضع، قال لا ائتوني بأشجعكم. جاء واحد قوي قال لو عنترة أنا أضع سبابتي في يدي في فمي وأنت تضع سبابتك في فمي، وليضغط كل واحد منا بأسنانه على سبابة الآخر. بدأ عنترة يضغط وبدأ الآخر يضغط إلى أن وصل إلى لحظة لم يستطع الذي أمام عنترة أن يتحمل، فقال آه، قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها أنا. صبرت، القضية شجاعة ولا صبر؟ في القضية في البيت صبر، القضية في البيت صبر. يعني الرجل استيقظ من النوم مرة فرح مبتسم متهني، أول مرة زوجته تراه بهذه الحالة فذعرت، خير يا أبو إبراهيم؟ قال أبدا خير إن شاء الله، والله شفت يا أبو إبراهيم رؤية جميلة، خير بشرني الله يرضى عليك. قال والله شفت الليلة أنني أرقع في الجنة. قال الله، قلت والله جميلة رؤية والله يا أبو إبراهيم، وانا كنت معاه. قال لا يا حرمه، قلت في الجنه، في الجنه، سبحان الله العظيم، الجنه والله العظيم. بالله عليك، هل ابو ابراهيم ده، هل ابو ابراهيم صار على النعمه؟ تصفقون لابو ابراهيم ولا ابو ابراهيم؟ تصفق عليك. من 30 عاما الإخوة في المسائل في القاهرة كانوا يسمعوا مني بعض القضايا الفقهية، وبعدين أنه لما يجي واحد يصلي لوحده يعني يجوز أن يسحب إيه مصليا من الصف الأمامي. فواحد سبحان الله جاء منفردا وسمع الشيخ عمر يقول يجوز أنك تسحب واحد، فسحب واحد الأخ الآخر لان له ورجع معاه عشان يصلي جنبه، يعني ما يصليش منفرد. فالاخ اللي هو سحب كان واقف في امان الله في الصف الاول شعر ان مفيش خيال على يمين، فهو اللي سحبني ده ايه يعني ده؟ فنظر لي رجل قصير جدا صلاه ماشي يا عم ماشي امر الى الله يا عم لا اله الا الله. فسبحان الله مش متصور ان واحد قصير كده يسحبه بسهوله، يعني لا اله الا انت سبحانك. فالكارثه الكبرى أن الإنسان لا يصبر على الطرف الآخر. فأنا أقول سبحان الله كما نقول دائما أن الإنسان إذا وصل به الأمر أن يصبر على زوجته والزوجة تصبر على زوجها 70 مرة في اليوم كما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 مرة لكثرة. فتبدأ أعمالنا بأن تكون محمدا، ومعنى المحمدة أن أرى في وجه ابني صلاحا وأرى في وجه ابنتي صلاحا
وأرى في زوجتي خيرا وترى في زوجها خيرا ويرى الجميع الخير في الآخرين، عندئذ يصير الإنسان غير متفرد بالكبر على الناس، لأن الناس عندما تصير أعمالها محمدة لن نسمع منهم غيبة وخوضا في أعراض الناس، لأن المغتاب أول عنوان له إبليس النزعة، متكبر متكبر، وذلك إبليس ليس وراءه إلا أن يغير، يعني فلا أمرنهم فلا يبتكن آبان الأنعام ولا يغيرن خلق الله. الآن في عيادات ومراكز الترميم الدولي يسموها مستشفيات أو مراكز التجميل، تجميل الحمية ويشيلوا ويحطوا ويحذفوا جزء من هنا، 5 كيلو من هنا وثلاثة كيلو من هنا وشد من هنا ورخي من هنا، هم يعني بعض الأخوات يشعروا بعد سن معينة أن في كرمشات تحت أعينهم، وهي شايفة الفنانة اللوذعية والمغنية اللوذعية، وأنت الحمد لله لم تبتلوا بهذا، إنما ابتلت به المنطقة العربية لتثبت تخلفها أكثر وأكثر. فتروح للطبيب تقول أنا عايز أبقى وجهي زي فلان، يقول آه ده لابد أن نشدها به ونعمل لك نزيد هذه الكرمشات، خلاص؟ تروح تزيدها، تمام؟ عارفين القصة إيه؟ هذه الكرمشة التي تظهر موصولة علميا بأعصاب وخلايا وسبحان الله غدد معينة مسؤولة عن عاطفة الحزن والفرح. يعني أنا لما يبلغني خبر مفرح وفلان بنت تزوج، الله تظهر على وجه فلان ماتت أمه، تظهر على وجه اللي بيعملوا العمليات دي بتاع الترميم دي، سبحان الله المخ تتوقف في إفراز هذه المواد التي تؤثر وتعبر عن الفرح أو الحزن، فيصير وجه اللي معمول له هذه العملية وجهه أبله زي وجه النعجة كده، لا معبرة في وجه، مفيش نعجة، النعجة عليها يعني النعجة تحط لها بتاع تقول لها نقطة شعمر يقول تضحك تضحك، النعجة تقول لها خبر مؤلم أو قصيدة نساء لامرئ القيس تبكي، نعجة رايحة جاية سبحان الله أو سبحان الله العظيم. فهؤلاء سبحان الله يغيرون خلق الله، تغير خلق الله. هل الآن اللي عامل وجه رجل أو امرأة حتى هنا في أوروبا تستطيع الجهات المستشفيات الخيرية أو غيرها أن تأخذ منه جرعة من دمائه تبرع الدم، تقبل تبرع دم من إنسان موشوم؟ لا تقبل، لا تقبل. يعني هنا يسأل أي طبيب إيطالي أم بريطاني ألماني أي شيء يقول ينفع يقول ما ينفعش. فإذا لا داعي لأن يعني حول أعمالك إلى محمدة فلا تتدخل في أمر الله عز وجل، خلي الأمور ماشية منضبطة كما هي. الله عز وجل عمل توازن في الكون فلا تخل أنت بهذه التوازنات، خلي الكون متوازن كما هو، ومن ضمن التوازنات أن يصبر بعضنا على بعض وأن تصير كل أعمالنا محمدة. فالحمد لله رب العالمين عندما يستيقظ الإنسان ثم يصير هذا الحمد في كل صورة من صوره، كان صلى الله عليه وسلم إن أصابه خير يقول الحمد لله رب العالمين، وإن أصابه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأن الإنسان لو سير الدنيا بطبعه، يعني أنت تسير الدنيا بطبعه، والله الذي لا إله إلا هو لو أن واحدا منا أعطي مثلا مفتاح تسيير الرياح زي سيدنا سليمان، خذ يا عم خلي الهواء بيدك، أعط من شئت وامنع من شئت، سبحان الله. أنا أتخيل أن إذا أغضبته التي عن يساري 5 سنتيمتر بالليل ويبص عليها كده يمنع عنها الهواء. أقول لك شيء، نادوا في البناية، بناية برج كبير يعني، يقولوا إيه إخواننا أنا بعرفوا فيه سموم تسربت في أنابيب المياه في هذه البناية فلا يشرب أحد، سبحان الله. فالزوج استيقظت تسأل الزوج في صوت في البناية في إيه خير؟ لا 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 قول بس اشربوا نام أنت، ما فيش دعوة قول اشربوا نام، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه محبة، المحبة لما يعني أحبك حتى تستغيب، سبحان الله. يا أخي احنا مش عايزين محبة حتى تستغيب، لا إله إلا الله. فمن كرم الله أن نعمة الهواء لا تعطى لأحد، ولا تعطى لدولة، ولا تعطى لفرقة، ولا تعطى لظالم، ولا تعطى لعادل،
ليه؟ لأن الإنسان يتغير، وأن الإنسان تأخذه عواطفه، لأن الإنسان لو صار في الدنيا وفق هواه لا تنضبط، لو صار في الدنيا وفق هوى أم الكريم اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليد، هواها أي؟ أن تقذفه أم أن تحتضره؟ يقول ربنا فإذا خفت عليه، بالله عليه أنا إذا خفت على طفل أحتضنه أقول أمين، أحتضنه ألتزم، لكن الله عز وجل يقول فألقيه باليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليه وجعلوه من المرسلين. لو سارت الدنيا أياما وفق هوى ووفق طبع الأم لسيدنا موسى ما حصلنا على شيخ أنبياء بني إسرائيل. لو كان الهوى بتاع أمنا هاجر أن تمتنع وتأبى أن يتركها الخليل إبراهيم زوجها مع ولدها الرضيع في مكان بلقع، لا إنسان ولا طير ولا حيوان ولا ماء ولا شجر ولا وادي، إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، أسكنت الإنسان يسكن واحد في غرف، في بيت، في فيلا، في قصر، في بناية، في منتجع، أما أسكن إنسان في الصحراء ما هذه السكنة؟ هذه سكينة وليس سكن، تلك سكينة النفس أن تسكن إلى هذا المكان، فيثبت لنا الخليل عليه السلام أن الحضارة والمدنية والسكينة والهدوء والمودة والرحمة والخير والعاطفة الجياشة ليست ما يراه الإنسان أمام عينيه، وليست كلمات تقال، وإنما شعور داخلي أن يكون الإنسان سبحان الله وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فلما وفقت هاجر أم إسماعيل طبعها الإنساني مع شرع الله الرباني إذا بحضارة تنشأ، ويأتي إبراهيم بعد أيام يرفع القواعد من البيت وتصير أمة الحضارة من هذه الشجيرة الجميلة التي غلبت فيها شرع ربها على طبع نفسها. نحن نتنازعنا كل يوم شرع رباني وطبع إنساني، إذا تغلبت شرع رباني على الطبع الإنساني سعد بيوتها وسعد المجتمعات، إذا غلبنا الهوى وأصبح الإنسان ينتقم لنفسه وأصبح الإنسان يتسرع في أخذ. يا مؤمن لما أشيع عن أبي نواس كان صعلوك وكان يتهم بالزندقة، وكان في عصر الخلافة العباسية في رجل اسمه صاحب الزندقة، عامل زي ايه؟ عارفين شرطة الآداب؟ مش في شرطة كده اسمها شرطة الآداب؟ انتوا زعلانين منه الحاجة ولا طب في يعني ولا مفيش؟ طب في آداب؟ لا شرطة الآداب دي كان واحد صاحب الزندقة عليه قبض على الزنادقة اللي هم يعني ايه؟ تغيير المفاهيم الدينية عند البعض أو الفسق أو الإعلام ده، فيتهم أبو نواس بها. فبلغوا المأمون أمير المؤمنين أن أبا نواس يقول هكذا يقول اليوم: يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي فلنعصي جبار السماوات. جاب أبو نواس قال يا أبا نواس، قال نعم، قال يا أنت القائد يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي نعصي جبار السماوات، قال نعم، قال لو أنت كافر. ونظر إلى الفقهاء الجالسين وقال ما تقولون؟ قال هو كفر يا أمير المؤمنين، أدام أمير المؤمنين قد كفر. قال له يا أمير المؤمنين، وأشار إلى العلماء، إن كان قد قالوا هذا بعقولهم فما أضلها، وإن كانوا قد قالوه بأهواههم فما أفسدها. يا أمير المؤمنين، هل رأيت زنديقا أو كافرا يؤمن أن للسماوات جبار؟ هو في نهاية الموضوع يقول إيه؟ كم نعص من؟ ها؟ جبار السماوات، في زنديق هو عارف ويعلم أن للسماوات جبار؟ قال لا والله، فعفى عنه الأمين سبحان الله. يعني مسألة مساحة العفو، وأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. أن تخطئ في العفو أمر سهل، تخطئ في العقوبة لا تستطيع أن تعوضها سبحان الله. فأنا أريد أن أقول لا تتسرع في الحكم على الأشياء، ولا تجعل الطبع الإنسان يعني في الناس بطبيعتها يعني نارية الحدث، نارية الفعل،
في ناس العصبية وتقطيب الجبين هذه طبيعة وملكة. أما قال شاعرنا المتفائل جدا يعني، ولا أريد أن يكون أحد متفائل مثله ولا أنا، يقول: ذعرت زوجتي لما رأتني باسما، قلت لها: لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. كان بيجرب ايه في يعني الرياضه يرمخ للفم احسن ايه فمه ينسى الابتسام زيهم كده، والناس مقتنعه لله لله ان اسنانها عوره وما هي بعوره، يقولون ان اسناننا عوره والله ما هي بعوره، وسالوا العلماء مش ولا عاد يستطيع ان يقول ان اسناننا عوره. كان صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى تبدو نواجذه سبحان الله، وكان الصحابه وهكذا سبحان الله العظيم. الله يرضى عن عمر لما قال لزوجته: ائتني بطعام، قالت: ما عندنا، الاولاد اكلوا كل الاكل. قال: انا باخي ابي بكر اكل عنه. فذهب وجد ابا بكر قادم. الى اين يا ابا بكر؟ قال: كنت اتي لاكل عندك. قال: عمي انا كنت جاي لاكل عندك. قال: تعالى نذهب الى رسول الله. فلما استاذن ودخل لسه ما عرضوش القضيه، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: يا أبا بكر يا عمر، أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكم طعام؟ قال عمر: فنظرت إلى أبي بكر ونظر أبو بكر إلي. الصحابة كان عندهم إحساس، والله المسلم اللي ما عنده إحساس ما عندوش إسلام يا أخي. فيه ناس عزكم الله، في مثل عام في مصر يقول إيه؟ يقول عزكم الله بصقوا على وش الرذل قد مطر، الواحد رذل اخلاقه قد مطر سبحان الله. الاحساس ده سبحان الله العظيم، يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره او تكفيه الملام. عندك في البيت اولاد، في ولد ترسله كده انظر له يرتب، الولد الثاني نعم يبص ليه فيه عايز ايه؟ ها سبحان الله، وانت ترتبك انت نفسك ترتبك، نسأل الله السلام. المهم قال: فخرج عمر مع أبي بكر فوجد على باب رسول الله أبا ذر. قال له عمر: يا أبا ذر اذهب إلى بيت عثمان قل له إن أبا بكر وعمر يريدان طعاما وإحنا ننتظرك. انتظروه رجع قال: لم أجد عثمان. طب روح لبيت عبد الرحمن بن عوف. راح ورجع: لم أجد عبد الرحمن بن عوف. روح لسعد بن أبي وقاص. ذهب ورجع: لم أجد سعد. أمسك عمر أبا ذر من ذراعه، وكان عمر رضي الله عنه ذراع الإيد ده ما شاء الله كفه يعني ما شاء الله أخوة الله بالله. قال: اجلس أبا ذر، لو ذهبت إلى البحر لجف في إيه؟ سبحان الله العظيم. يعني إذا هذه الابتسامات كانت في حياتي. إحنا علمونا من زمان ندخل المسجد كان دفننا أبونا الجن. حتى تعلمونا في النحو الصرف عشان يحببونا في اللغة. أو في سنة رابعة الصف الثالث الأول ولا ابتدائي. شارب المريض الدواء مرا، لا حول ولا قوة، مرض ودواء أو طفل. مفيش شارب العصير حلوا، أكل العسل جميلا، رأى الزهر بالنار ناظرا ذا شارب. ضرب زيد عمرو، لا إله إلا الله، ليه زيد يضرب عمرو؟ ليه تقر عن عنده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك رب العباد. لما احكي لاخواننا ربنا يبارك فيهم في طول الامر، المعلمه تشكو الى ولي امر تقول له: ابنك كثير النشاط في الصف الدراسي ويلخبط العيال ويعمل ضوضاء، وبعدين عرضته على طبيب الوحده الصحيه فاكتشف ان عنده حاجه معينه لابد ان ياخذ قرص مهدئ كل يوم الصباح مع اول حصه في المدرسه. جابوا الولد حبيبي الطبيب بيقول انك لازم تاخد كورس، قال: لا انا اخد كورس امام الاطفال الزملاء يقولوا ده مريض وعنده شيء، لا لا لا. قالت له: حبيبي انا هعمل لك شيء قدام ابوه، انا هعمل كاس من الشاي خلاص واضعه في غرفه المعلمات وضعت الكورس جنبه وكوب الماء. اقول لك يا ابراهيم الله يرضى عنك يا احمد، روح هات الايه؟ روح هات كأس الشاي ليا، تشعر بالتميز امام الايه؟ الاولاد. وبعدين انت تاخذ الكورس تبتلعه تشرب منه وتيجي بالظبط.
المهم الولد يعمل كده كل يوم شهرين ثلاثة. أرسلت المعلمة إلى ولي الأمر قالت له جزاك الله خير، والله الولد ما شاء الله بقى هادي وكويس ممتاز وزملاء بيلعبوا معاه وهو تفوق في الدراسة وجاب علامات كويسة. أخذوا أبوه فرحا بيه يجيب له هدية، ركبوا جنبه السيارة قال له قول لحبيبي. قال له نعم يا أبوي. قال له هو أنت إيه اللي حصل في الثلاث شهور دي؟ قال له أنا كنت أخذ الكورس أدوبه في كأس الشاي للمعلمة. المعلمة طلعت مريضة، مش صبر على العيال، احنا مش صابرين على الزوجات ولا الدنيا صبرة ولا في اخواننا، نريد ان نصبر حتى تصير اعمالنا محمده. هذا هو المحور الاول. المحورين التانيين امرهم لكم المحاضره الجايه ان شاء الله. وافقين؟ كمل كمل. يا عم نقول المحاضره الجايه ان شاء الله. كمل كمل كمل. الامر الثاني نريد أن نحول الأرض إلى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد أدركته الصلاة فليصل. هذا ظاهر الحديث، تفهم من الحديث أن تصير هذه الأرض مكانا لتواضع الإنسان، أن يكون الإنسان متطامنا أو متواضعا أمام الخلق، يقول سبحان الله العظيم حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لأن سبحان الله طالما أن كلنا من تراب وإلى التراب نعود خلاص انتهت القضية، فلماذا أتكبر؟ أنا الذي تنتنني عرقة وتخلقني بقة وتميتني شرقة، أتكبر على خلق الله؟ أنا لو أن ضرسا يعني آلمني بالآن أو أن عينا آلمتني لا أنام، أو أن مشكلة بسيطة سبحان الله عندي في البيت لا ينام الإنسان سبحان الله. إن العلماء يقولون إن الله عز وجل لما خلق الجبال شعرت الجبال أنها أقوى خلق الله، فشعر بتميز، فخلق الله الحديد يكسر الجبال، الحديد شعر بالتميز فخلق النار تصهر الحديد، فشعر بالنار بالتميز فخلق الله الماء يطفئ النار، فشعرت النار الماء بالتميز فخلق الله منها الإنسان، الإنسان شعر بتميزه واستطاع أن يقهر كل هذه المخلوقات، فالله عز وجل خلق له النوم. أول ما ينام الجبروت ده كله، ده الولد تلاقيه طول اليوم في البيت عامل زي اللاعب رقم 9 في الفريق إياه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وأول ما ينام الوداع اللي في الوش الولد ده جاي منين؟ والأب الأهل يقول إيه؟ أصحيح عشان ألعب معاه؟ يا عم الفتنة نائمة سبحان الله، يا عم نام الله يرضى عليك سبحان الله، اخرع عليه شوية خليه ينام وسلم، غطيه غطيه تحلو أغانيه كده جميل. فخلق الله النوم فشعر النوم أنه شيء سبحان الله، فالنوم قهر الإنسان، فسلط الله على الإنسان الهم فرفض أن ينام، فصار الهم هو أقوى المخلوقات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. أمين يا رب. فإذا الإنسان المهموم لا يستطيع أن ينام، فأنت حول الأرض إلى مسجد يعني إلى تواضع، إلى تواضع. لا تقل لزوجتك والله أنا أنت يعني من أسرة على جد حدها وأنا يعني سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ طالع على الفضائية مسكين يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظهر بذات الدين تربتا. نظر الله كده جنب زوجته لم يجد لا جمال ولا مال ولا حسب ولا، قال والله احيانا لوجه الله لا اله الا الله. طب ده بالله عليه هل ده حول الارض الى مسجدة؟ هل ده حول الارض الى مسجدة؟ الله يرضى عن نعيمان، كان صحابي جليل كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعيمان يعني فيه دمامة يعني شكله غير مستقيم، فدخل على أم عائشة والرسول معها قبل آية الحجاب وغطاء أمهات المؤمنين، فقال له يا رسول الله هل عائشة بنت أبي بكر؟ يا عائشة تعرف الأعرابي دايما ما عندوش لا مقدمات ولا، في بعض الدول ربنا يبارك فيهم لا يجيدوا قضية تقدير الناس، يعني أنا بعض الناس يقدموني في دول معينة يعني بس لا أذكر يعني، فالأخ كده ولد من أنظر أولادي كده في العشرينات
يقول ليش انا مش يقول الاستاذ كذا او والدنا له. والاخ عمر حصل على درجة الدكتوراه في الفلاحة. هو ان جابوه من عندك سبحان الله لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم علينا. فالمهم سبحان الله بس بيحب هو محب بس يحبك حتى تستجير بالله. المهم فسبحان الله العظيم المؤمن الصادق المؤمن الحقيقي هو انسان سبحان الله التواضع يعني سمت لانه النعمه الوحيده التي لا تحسب. كل نعمه تحسب كل نعمه حتى نعمه الدين نعمه قيام الليل نعمه المواظبه على صلاه الفجر نعمه صيام الاثنين والخميس نعمه الصدقه كل النعم تحسب إلا نعمة واحدة لا يستطيع أحد أن يحسدها وهي نعمة التواضع لأنه لا أحد يحب أن يكون متواضعا. سبحان الله يعني فالتواضع ده ملكة يعطيها رب العباد لمن يحب من عباده لمن يشاء. فاللهم ارزقنا هذا التواضع. ولقد هيأ التفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. الأعراب الفحم يدخل يقول أيكم ابن عبد المطلب فين محمد رسول الله سبحان الله العظيم أين هو فسبحانك يا رب العباد. هذا التواضع يجب أن يكون سيئا وتحويل الأرض إلى مسجدا أن أكون متواضعا للآخرين. وبعدين معنى التواضع يعني إيه؟ يعني ربنا يرزقني فقه الإنصات في فقه الاستماع وفي فقه الإنصات شتان ما بين الاثنين. ماذا قال ربنا؟ إذا قرأ القرآن ماذا قال ربنا؟ فاستمعوا له وإيه؟ ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الاستماع ابن يأتي ليخص علي مشكلة في المدرسة أو في الجامعة وأنا معي محمود نعم أنا ربع أذن مع الولد وثلاثة أرباع مع إيه؟ مع الأخبار والمتابعات الإسبوعية. هذا رجل يستمع ولكن قلبه في الصمم. الزوجة تكلمه في الموضوع ومسك الصحيفة أو كده أو يتابع المباراة. أيوة نعم سامع أيوة كمل سبحان الله أكملي لا إله إلا الله. هذا مستمع. الإنصات هو ما قام به يعقوب عندما قص عليه ابنه يوسف الرؤيا. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. تكررت كلمة الرؤيا مرة أخرى رأيتهم لي ساجدين. معاني الجملة لو قالت الآية إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين لكانت جملة تامة. لكن ما فائدة كلمة رأيتهم مرة أخرى؟ يعقوب يجيد فن الإنصات عبر مرحلة الاستماع فينصت إلى ولده فيقول له أنا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. كأن يعقوب يقول كيف رأيتهم يا يوسف؟ يعني رأيتهم جنبك في جيبك في حجرك في يعني على يمينك أنت معهم هم معك سبحان الله. كيفية حالة الرؤية؟ قال رأيتهم لي ساجدين. فكان ينصت لأن فقه الإنصات بهذا فقه يعني سبحان الله العظيم قد نمل نحن منه ولا نجيده لأن الإنسان من الواجب ومن الأدب أن ينتظر حتى ينتهي الآخر من كلامه ثم يعرض هو وجهة نظره. فنعيمان سبحان الله هذا بمثل لما قال هذه عائشة بنت أبي بكر قال له نعم. فنظر لي نعيمان كده قال يا رسول الله طلقها وأزوجك أختي. عجيب الزائر الغريب ده. فقالت أمنا عائشة ومشهور بدمامتها قالت يا نعيمان أأنت الأجمل أم أختك؟ قال لا أنا. قالت الحمد لله رب العالمين سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الرسول في تواضعه يسمع. وجاءه جاره المجوسي له جار الرسول بيعمل النار وكان مشهور بعمل حساء معين شربة معينة يعني يجيدها. فعمل يبدو كمية كبيرة فجاء يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة بجواب يقول له تعالى يا محمد لتأكل عندي صنعت حساء أنا معروف به في المدينة. فالرسول يقول وهذه ها أجيب دي معايا يقول لا. يعود الرجل مرة أخرى
تعالى يا محمد لتاكل عندي. قول له هذه. قول له لا. المجوس عجيب. ثالث مره. تعالى يا محمد لتاكل عندي. قال وهذه. قال وهذه. فتقول عائشه فتراكبت انا ورسول الله ايهما يصل قبل الاخر الى الانسان. حرام. يعني هذه البيوت الطيبه البسيطه السهله التي يجب ان تكون. انا اتمنى ان نرى في ميلانو كل يوم الصباح صحيح الشتاء داخل الان في قبل الشتاء يعني شويه بعد صلاه الفجر كده واحد يمشي مع زوجته. كيف تعرف انه عربي؟ هو ماشي في ميلانو وهي ماشيه في روما. لازم يكون بينهم مسافه. ليه؟ لان يعني لا حول ولا قوه. ما تمشي جنبه في ايه يا ابن الحلال؟ يقول لا 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 عيب. فين العيب؟ سبحان الله. والكارثه الاكبر الاخوات ربنا يبارك فيهم اذا ذهبت الى المصلحه الحكوميه مؤسسه تعمل ورقه معينه يعني بونجور جود مورنينج جود مورنينج اي تحيه من التحايا المختلفه للرجل الجالس او على الكاشير عند الخزنه وهي تدفع ثمن البضاعه او شيء او المحل او اذا يعني. اما اذا وجدت على باب المسجد اخا من الاخوه في ايه هو ده؟ هو ده محرم وده مش محرم في ايه؟ يقول السلام عليكم. المهم يعني احنا جايين نطيب النفوس ونهدي النفوس ونمشي واحنا ايه؟ واحنا احبه مع بعض. المهم نحن لا نريد فقها صحراويا نريد فقها اسلاميا. احبتي في الله ان تصير الارض مسجده اي ان اتواضع لمن رفع السماء بلا عمد واتواضع لمن رفعنا بعزه الاسلام وبعزه الارتباط به عز وجل. الامر الثالث ان تتحول تصوراتنا وتصرفاتنا الى قرانه. قرانه يعني ناخذها من القران الكريم. ماذا في القران الكريم؟ اللفظ. ماذا في اللفظ؟ سبحان الله العظيم. وقولوا للناس حسنا. كل عبادي يقول التي هي احسن. الاصمعي الاديب العربيه يدخل على امير المؤمنين يقول له يا اصمعي ما جمع نسوات؟ نسوات هي بالجمع في اللغه العربيه يعني مساويك. مساويك يعني عيوبك صح ولا لا؟ مساوئك. فماذا يقول الاصمعي؟ قال جمع النسوات يا امير المؤمنين عكس عيوبك. يعني عكس العيوب ايه؟ سبحان الله يعني عكس محاسنك. عكس ايه؟ محاسنك. فاذا يريد ان يذكر اللفظ الجميل امام الرجل الجميل. فالانسان يصير جميلا في الفاظه، جميلا في سمته، جميلا سبحان الله. يا اخي سبحان الله العظيم ايام الاعياد كيف ترى اخوانك الايطاليين في اعيادهم؟ يلبسون ابهى الحلل ويقفون امام المعابد سبحان الله ويضعونها. طب يا اخي انت يوم الجمعه في ناس بيجوا لنا بجد باب النوم. صح؟ ما هو يوم جمعه يا اخي سبحان الله. يا اخي البس افضل ما عندك حتى يرانا نكون كالشامه بين الناس. الناس يقول والله ده مسلم سبحان الله رائحته طيبه رائحته زكيه سبحان الله. لقد كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فاذا غادره وحضر من يسير خلفه قال لابد ان يكون الرسول كان هنا. لابد الرسول كان هنا من الرائحه الطيبه. كان اذا وضع يده على راس احد الاطفال تظل هذه الرائحه عالقه بشعر الطفل جمعه كامله لو غسلته امه كل يوم. هكذا الانسان ما وضعت ذبابه على جسده الشريف قط صلى الله عليه وسلم سبحان الله. كان عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في ليله قمراء انظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى صفحه القمر اجد ان وجه رسول الله اجمل. اذا قرانه التصرفات قرانه التصرفات اي تصير تصرفاتنا قرانيه. كيف انظر القران؟ ما مدحه القران اكون تبع هذا الفريق، وما ذمه القران لا اكون تبع هذا الفريق. الله يحب من والله لا يحب من، الرسول يحب من والرسول لا يحب من. عندئذ تصير افعالنا محمده، تصير ارضنا مسجده، تصير تصرفاتنا مقرانه اي وفق القران الكريم. عندئذ نصير بحق وينظر الينا الناس اننا فعلا من خير امه اخرجت للناس. نامر بالمعروف ننهى عن المنكر نؤمن بالله. احبتي في الله ان الناس ينتظرون منا اكثر مما ننتظر منهم.
اخواننا في الانسانيه في الغرب سبقونا في التقنيه والتكنولوجيا، وناخذ منهم هكذا ونعطيهم منظومه الاخلاق التي ما زالت عندنا. لا نحب ابدا ان يكون المسلمون اكثر الناس في القضاء، واكثر الناس في السجون، واكثر الناس في المشاكل، واكثر الناس في الاعانه الاجتماعيه، بل على العكس، اليد العليا خير من اليد السفلى. احبتي في الله، جزاكم الله خيرا على حسن الانصات.